إذن فريق هومنتمن بفوز على فريق الحكمة بعدد السيريز 1-1. يعني ضربة تانية تلقاها النادي الأخضر بإصابة رودريك عائل. رودريك معنا باتصال. مساء الخير رودريك. مساء النور غياس، كيفك؟ أول شيء بدي أقول لك الحمد لله على السلامة. مرسي، الله يسلمك. رودريك طمنا، شو وضع الإصابة اللي تعرضت لها وإمتي رودريك عائل رح يرجع على أرض الملعب؟ أول شيء غياس بحب أغتنم الفرصة وأشكر كل يلي حكيوني وكل يلي سألوا عني، إن كان من جمهور الحكمة ونادي الحكمة وكمان كل لعيبة كرة السلة بلبنان والعالم اللي بيتابعوا. فيارات ياريت كمان هذا الشيء دائما منترجمه على أرض الملعب وتكون دائما الروح رياضية عن جد كتير صحيح. عادية. بالنسبة للإصابة اللي صار معي، إنه على الموف اللي صار بالجيم طلع الكتف من محله وانخلع الكتف، والفيزيوثيرابيوت خليل نصار قدر رده على محله، سو شكر كتير كبير لإله. أكيد يعني هذه مش أول مرة خليل بنشوفه دائما بأرض الملعب، يعني ردة فعل سريعة جدا. صح، قلت له رياكشن تبعي كثير كان بتضحك على التبيير، جات شفت حالي انه ريحني كثير، الوجع كثير فرقت من بعد ما رده، يعني كان بتضحك شوي الرياكشن. وشفت امبارح الدكتور الفريد خوري وطمني انه ثلاث اجماع اذا الله راد لازم ارجع كثير منيح. فهلا بالوقت الحالي يعني كل يوم عم بكون احسن من اليوم اللي قبله. نعم. ولازم ارتاح شوي وانتبه له، وعندي ثقه بالفريق يعني اذا الله راد بيعودوا الفرق وبرجع بنضم لهم هيدي السيزون ان شاء الله. يعني كل ما طول فريقك كل ما بصير عندك فرصه تلعب معه بهالموسم، ولا الامور بتكون صعبه؟ اكيد امتى نبلش فيزيوثيرابي رودريك؟ لازم بعد بكره الخميس او الجمعه، لانه هلا ما كتير بقدر حرك نعم. كتفي او ايدي، يعني اكيد بعد في التهاب بيكون لانه كمان مزبوط. رودريك انا بدي اشكرك الحمد لله على السلامه، ان شاء الله نشوفك بارض الملعب باسرع وقت. انت لاعب خلوق مثل كل اكيد اللاعبين، يعني بتمنى ما حدا يتعرض لولا اصابه. سلام.